طبعا زي سالي ما كانت بتقول، الحقيقه المهرجان هذا العام وكل عام بالتاكيد بيشهد العديد من الفعاليات. لو بنتكلم على المسابقات سواء كان الفيلم الروائي الطويل، الفيلم القصير، اسبوع النقاد وغيرها من الفعاليات الهامه، سواء كانت بقى الورش، ملتقى لصناع السينما بيبقى فيه العديد من الملتقيات الحقيقه. فخلينا نتعرف سريع من خلال هذا التقرير المعلوماتي على اهم فعاليات المؤتمر هذا العام ونرجع لحضراتكم على طول. لكي أقوم بفيلم أنت تحتاج لمصدر للإلهام يدفعك في هذا الاتجاه. أنا مبسوط جدا إن الفيلم دخل المهرجان، فبالنسبة لي ده شرف ليا. هو يحكي قصة يواجهها الغالبية الصامتة ويظهر كيف يمكن أن تكون مسلم ولاجئ ومهاجر وعربي وفي نفس الوقت تندمج. قدرنا ان احنا نحصل على هذه الكميه الهائله من الانجازات بتاعت باسوليني وان احنا نعرضها على هامش المهرجان. ليس الحب ان تحب فتعطي بسخاء، بل الحب تدبير الاخذ والعطاء. ثانك يو لكل الجمهور المصري وشكرا لوزاره الثقافه المصريه، شكرا للفنانين المصريين، لنقابه الفن المصري، للشارع المصري اللي دائما يحرص على احتضان الضيوف والفنانين والمواهب ايا كانت جنسيتهم. لب 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 ليب ولب لوب سنة أولى ولكن له لوبة، لب 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 ليب ولب لوب. من أراكم هنا؟ هنا ناطق. وين؟ بعمل كمخرجة مسرح ولأول مرة أعمل كممثلة في السينما الجزائري. أول ما عرفت أن أنا بتكرم حسيت بامتنان وفخر، وافتكرت كل الأساتذة الكبار اللي وقفوا معايا واللي علموني. كل ما الممثل تنوع في تقديم أدوار مختلفة كل ما بانت إمكانياته. نعم عمر، نتشرف اللي فيلم ترينو موجود في المسابقة، هذا يعطي إلا الباهي للفيلم. مهم جدا أن يعني ناخذ العرض الأول نعطيه للقاهرة ولمصر. أنا كبرت بحضر أفلام المصرية، فأكيد حلم الواحد يكون شي نهار عنده فيلم عم ينعرض هون. مهرجان ده هيبقى فرصة إن الأفلام الفرنساوية تتعرض أكتر في مصر وتبقى متشافة أكتر. سعيد بمعرض العالمي الأول هنا في مهرجان القاهرة، وهو فيلم بينتمي لنوعية أفلام الغموض والإثارة. L'image c'est comme une trace. Si personne la voit. الفيلم بيحكي عن بنت أرمنية مصرية بترجع مصر تنظم معرض عن المصورين الأرمن اللي وثقوا تاريخ مصر. كيف ماتوا؟ ما تحملوا البرد. سعيد جدا انه يكون الافتتاح بمصر وبالقاهرة، لأن هذا رح يمنح الفيلم آفاق أوسع بالمشاهدة. الحقيقة حاجة فخمة زي ما بيقولوا، حاجة فاخرة. الواحد بيفخر جدا بهذا المهرجان اللي هو بيعتبر من أهم المهرجانات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وبالتأكيد كمان عالميا، لأنه مهرجان دولي. ده يمكن المهرجان العربي الوحيد الدولي المصنف دوليا من أهم المهرجانات. دايما بنقول إن السينما أو الفن ملهاش لغة، إن القوة الناعمة هي اللي دخلت في فترة من الفترات اللغة أو اللهجة المصرية في كل البيوت العربية. ما بتدخلش بلد غير وتلاقيهم بيقولوا لك سلمي على عادل إمام، بيتكلموا كلهم مصري. أنت تسألهم أنت بتتكلم مصري إزاي؟ يقول لك من الأفلام العربي، ودايما كان بيطلق على الفيلم المصري فيلم عربي، هو ده الاسم الرائج ولغاية دلوقتي بالتأكيد، لأن وجودنا بالتأكيد هام جدا. فهذا المهرجان من المهرجانات اللي تدعو للفخر الحقيقه. والنهارده بندعوكم طبعا ان انتم تتابعوا حفل الختام على شاشه دي ام سي، هنكون معاكم بالتاكيد على الهواء مباشره.